مساء الخير. الحلقة هاي رح تكون شرح لأفضل الرماد من الفصائل كلها، يعني كل فصيل بشو بيتميز من الرماد. طبعا هلأ نحنا رح نحكي حصرا عن الرماد بكل فصيل، ما رح نحكي عن بقية القوات لأنه الشرح رح يكون طويل كتير ساعتها، لأنه بالإضافة للشرح اللي حيكون في شرح عملي على أرض المعركة بين كل فصيل. طبعا هلأ رح نبلش بشرح رماد الإمباير. الإمباير عندهم أكثر من نوع من الرماد، عندهم الكريسبو. طبعا أنا هذا ببداية اللعبة، يعني بالحلقة الأولى للعبة مسجلة ونازلة، هي الحلقة الأولى، حكيت فيه عن كل فصيل بشو بيتميز من القوات ككل. لكن هلأ أنا رح بحكي بشرح مفصل عن الرماد حصرا، يعني كل نخبة من الرماد لكل فصيل. طبعا هون ما فينا نحن نجي نحكي عنهم كلهم، رح نحكي عن أقوى الرماد بكل فصيل. هلأ منبلش من هاد الكريسبو اللي تابع للإمباير. هلأ هاد ببلش الألعاب الرياضية أو القوة تبعيته 130، يعني قوة الجسم تبعه 130. طبعا هاي بشو بتتميز؟ تعطيه سرعة، وسرعة بالرمي بالإضافة لسرعة بالحركة. هاي الشغلة كتير حلوة تبعيت القوة تبعيت الشخصية. هلأ أغلب الرومات عاملينهم بالمية وثلاثة. هلأ بنيجي للبو، طبعا هو ما بيستخدم البو مشان هيك هاي ما لحد تكون مهمة. عنده مهارة البو 80، بس اللي بيهمنا بالموضوع الون هاند والكريسبو. الون هاند مشان يدافع عن حاله في حال خلص الأسهم، والكريسبو اللي بيستخدمه هو بالمعركة كرامي. ونحن بما أننا عم نحكي عن الرومات بيهمنا موضوع الكريسبو. الكريسبو عنده 103 والون هاند 103. طبعا هلأ بنيجي للتدريع تبعه. عنده خوذة الأرمور 36، عنده حماية الكتف 7/6، البادي آرمور 7 والآرام يعني الإيدين تعطي 6 للإيدين، طبعا حماية هاي من هون. بالنسبة للدرع، الدرع عنده وزن الدرع 9.8. الدرع بيعطيه 26 حماية للبادي وللأرجل، بيعطي كمان 12/12 للإيدين والأرجل. كمان الدرع يعني بضيف لليدين والأرجل 12/12. طبعا عنده هون كمان 0.9 كمان حماية للإيدين 18، وعنده رد حماية للأرجل بالجزمة اللي لابسها 23. طبعا هلأ هاي بالنسبة للدروع. على الدروع شو فائدتها؟ الدروع بتخلي كل ما كانت الدروع جيدة يعني بتمتص ضرر، وبيخف الضرر عن الشخصية تبع الرماد. طبعا هلأ نحن حكينا مثل ما قلت عن قوة الشخصية. هلأ بيهمنا هو كرامي الكريسبو تبعه، نركز على هالنقطة كتير لأنه أنا خلال المقارنة يعني في أمور كتير فاجأتني ما لقيت إلا حل غير هون. هون بيستخدم كريسبو وزنه 2.2، المدى تبعه 40، الوبين 1، السبيد 62. هلأ نحن اللي بيهمنا من الموضوع المدى تبعه 40، نركز على هالنقطة كتير مهمة. المدى تبع الكريسبو تبعه 40، الوزن 2.2 والسبيد 62، الدمج 93. يعني هدول النقاط اللي كتير مهمة بالموضوع.
عنده الدقة 99. سرعة الإطلاق يعني سرعة السهم 90. نحن كتير بهمنا موضوع المدى، المدى والسبيد والدمج. إذا أخذنا نحن اللاعب اللي عم نلعب فيه، كل ما طورنا أسلحته زادت قوته، يعني هي قوة تانية لقوته. هلأ إذا منيجي على الجعبة اللي ماسكها، جعبة واحدة يعني العدد واحد، دمج ثلاثة، العدد 18 سهم فقط عنده، الدقة تبعيتها 100 يعني أعلى شيء، الدمج ثلاثة، هاي بالنسبة للأسهم تبعه، ما معه غير جعبة واحدة، العدد الأسهم 18. إذا إجينا للسيف تبعه وزن 1.5، السبيد 84، الدمج 72. طبعا نحن كمان بيهمنا أسلحة الرمي بالأول، بس مع ذلك لازم نذكر السيف تبعه. طول السيف تبعه 116. في عنا نحن طبعا نوعين، في عنا القطع والطعن بالسيوف أغلبها، وفي سيوف قطع أغلبها بتجي مع الكوزيت والعرب. هلأ المهم هذا عنده دمج بالضرب عنده 72، وبالطعن عنده 49. يعني لما بيضرب بالسيف ضرب بيجيب دمج 72، أما دمج الطعن 49. هلأ هون هذا بالنسبة للإمبريا، يعني موضوعه بس مشان نتذكر لما هلأ منروح على البلانديان، الفرق بالكريسبو انه المدى تبعه 40 والسبيد 62 والدمج 93 والاسهم تبعه الدمج تبعها 3 والعدد 18. طب اذا قارناه هلا بالكريسبو تبع الفالانديان، فالانديان شاربشتو هاد البو هداك 80، هذا 23، الألعاب القوى 130، الكريسبو 130، الون هاد 130، يعني بكل شيء نفس هداك ما عدا البو. طبعا هو ما بيستخدم البو، هداك 80 هذا 20. طيب الفالانديان لح بحكي شغلة، تاني أقوى رومات باللعبة. هلأ في عالم ما حتقتنع بهالفكرة، طبعا أنا خلال أكثر من مقارنة عملتها، عملت حوالي 10 مقارنات على أرض المعركة، لقيت الفالانديان تاني أقوى رومات باللعبة. طب ما هذا بيستخدم كريسبو، هداك بيستخدم كريسبو، والميزات الجسدية نفس الشيء، يعني عنده القوة ألعاب القوة 130، الكريسبو 130، الون هاند 130. طب هذا بشو بيتميز عن هداك؟ عنده الخوزة 42، أعلى من هداك، أعلى من الإمبيريا، يعني من الإمبايا. تدريع الكتف تبعه يعني هاي المحطوطة على الكتف ما فيها التدريع العالي، هداك بيتميز بالدرع تبع الكتف أكثر منها. الدرع الأساسي للجسم البضي 25، تقريبا نفس الشيء، هداك 12 هذا 11 ب13، بس هذا الدرع تبعه أخف 7.5، هداك 9.8. هلأ بنيجي للإيدين 20، هداك 18، هذا وزن 1.4 يعني تقيلة حركة الإيدين، هداك الوزن 0.9. هون بالنسبة للأرجل عنده حماية كمان 23، بس بالنسبة للرأس مثل ما قلنا هداك 38 هاد 42. طبعا هلأ هاد كله بسيطة. إذا بدنا نقارن هلأ يعني أنا خلال تجربتي للفالانديان يعني صدمت بأدائه، مشان هيك بقول إنه الفالانديان تاني أفضل رومات باللعبة. طيب ليش؟ شو الفرق؟ طبعا هون الجسم نفس الشيء، نفس القوة، والدروع تقريبا متقاربة كتير، بالنسبة للسيف كمان كتير كتير متقارب. طيب والحل؟ منجي لهون
المشكلة بالفالانديان هاد اللي هو الكريسبو نفسه اللي بيستخدموه اللي هذا اللي حامله على ظهره، إذا منشوف تقريبا لونه بيختلف عن هداك، عاملين شكله شوي مختلف، وبهي الجعبة يلي حاملها. طيب شو الفرق عن هداك؟ هذا الكريسبو المدى تبعه 70، يعني عنا نحن لبين ما يوصل الإمبريا ليقدر يطلق على الفالانديان بيكونوا الفالانديان وقعوا الربع أو التلت من قوات الإمبريا، يعني المسافة تبعية المدى تبعهم ليصيبوا الأهداف 70. كمان عندهم الوزن تبع الكريسبو كمان أخف 2، هداك 2.2، السبيد 63 نفس السرعة لكن الدمج 100 والدقة 100، وكمان عندهم سرعة إطلاق السهم 97، كمان هي جيدة ممتاز. يعني طبعا هلأ إذا بدنا نصنف هذا الكريسبو أفضل كريسبو ضمن اللعبة، إذا نزلنا على الجعبة المشكلة هدول عطوه جعبة واحدة وعطوه درع يحملوا على ظهره، لو شالوا الدرع اللي على ظهره وعطوه جعبة تانية كان هذا خرب الدنيا. يعني هاي الأسهم اللي بيستخدمها بالإضافة للكريسبو هي أقوى أسهم وأقوى كريسبو. هداك عنده الدمج 3، هذا الدمج 5، طبعا ما عاد في أعلى من 5، هو توب 5 توب ضمن اللعبة، أعلى نسبة قوة أسهم ودقة أسهم، يعني هي الخارقة للدروع. العدد الجعبة الواحدة صحيح عطينه هون جعبة واحدة بس، كمان العدد 18 نفس الإمباير، بس الدمج تبعها 5 مثل ما قلت. هاي أفضل أسهم على الإطلاق باللعبة وأفضل كريسبو. يعني هلأ بنيجي بنسكر من هون، طبعا أنا اضطريت فعل الشات مود مشان اشرح هذا الموضوع بالضبط. هلأ هي أفضل أنواع الكريسبو. إذا إجينا لهون 2.2 ب40، هذا الكريسبو اللي بيستخدمه الإمباير. أما بالنسبة للكريسبو اللي بيستخدمه الفالانديان، كريسبو 70 المدى تبعه، السبيد 63، الدمج 100، عنده الدقة 100، السبيد تبع السهم سرعة السهم يعني سرعة الإطلاق تبعه 97. طبعا خلينا نتفرج عليه، شوفوا كيف مزغرف، شكله مختلف، كله مختلف لكريسبو. هذا الكريسبو اللي بيستخدمه الفالانديان، مثل ما قلنا هذا المدى عنده 40، هذا المدى عنده 70، هذا الدمج عنده 100%، هذا الدمج عنده 93. طبعا هلأ بنرجع للجعبة تبعيته، هاي الأسهم اللي بيستخدمها الإمبريا سعرها 661، هون حقه 3000 تبع الإمبريا. طبعا هذا كريسبو 20، هذا 20، هذا 20 كمان، هذا 20، هذا الأربعين اللي بيستخدمه الإمبريا حقه 3000، هذا حقه 8000، يعني أكثر من الضعف. الإمباير بيستخدم 661 سعره. هاي جعبة الأسهم تبع الإمباير. فيها 18، الدمج 3، العدد 18. يعني ما عطوه هاي، عطوه أضعف بمرحلتين من أعلى شيء. هاي اللي حقق 4300، الدمج 5، والوزن أخف، العدد 18 صح، بس هاي اللي بيستخدمها الفالانديان.
طبعا بالشكل نفس الشيء، لكن بالميزات هي أفضل. مشان ما نرجع مرة تانية، مثلا شرح بسيط، مثلا هذا البو المدى تبعه 70، هذا البو 50، هذا البو 50. هو لحن اضطر نحن نرجع لهون. مثلا هاي الأسهم هون السعر تبعها 2250، الدمج 4، طبعا هي أعلى دمج هاي بالأسهم بالنسبة للأسهم، الوزن 0.9، العدد 23. طب إذا أجينا لهي، طبعا هاي ما لها علاقة، هاي تبعت لي بتأطلق القلاع، يعني هاي هون عنا الأسهم 32 لكن الدمج 3، أما هون الدمج 4. هاي وزن 1.5، هاي وزن 0.9. طبعا لأنها خفيفة المسافة تبعيتها حتكون أقوى والدقة تبعها حتكون أعلى. هلأ خلينا نرجع للشرح تبع البرومات. مثل ما قلت، هذا بالنسبة للفالانديان، وهذا اللي بيميز الفالانديان. هلأ خلينا كمان نرجع على الإمبريا مرة تانية عشان نشرح باقي الرومات تبعيته. الكريسبو صار مفهوم سبب ضعف الإمباير بالنسبة للكريسبو. هلأ بنيجي للبو تبعه، البو عنده كمان 130، عفوا الصحة عنده 130، البو 160. هلأ بيتميز بالبو 160 جيد، البو ك 160 جيد، الون هاند 130 تقريبا نفس القدرة كل الرومات إجمالا بال 130 ما عدا الباتانيان. بالنسبة للتدريع كتير قريب من هاد، هلأ رح نشوف هون شو التدريع. بس هلأ مثل ما عم بحكي خلينا نهتم بالبو تبعه 160. طبعا هذا مهارة الإطلاق تبع الشخصية. أما هلأ هون البو كتير مهم. البو 50 جيد، يعني المدى تبعه 50 جيد، يعني أعلى من الكريسبو المدى تبعه 40. هلأ هون إذا أخذنا البو 50، السبيد 89، الدمج 66، وعنده الدقة 95. هذا بالنسبة للبو هاد الخمسين. طبعا ممكن يكون في أفضل منه سلاح تاني، تكون الدقة تبعه ممكن تكون 100%، ما بعرف. هلأ بنشوف. المشكلة الأسهم عنده الدمج 3، بس بالإضافة لهي المشكلة هو معه جعبة واحدة فيها 24 سهم. هلأ هون عنده حماية الرأس 34، هاد 36، يعني الخوزة تبع الرأس حمايتها ضعيفة، مو ضعيفة بس مو كتير جيدة. بس عنده البضي هون 34، هون 26، يعني عنده الدرع تبعه أقوى 15 ب 18، الدرع تبعه جيد، الأرجل الجزمة تبعيته معطيته غير 6، هون 23، يعني في فرق كبير. هون بالرأس مدرع أكتر، هون بالدرع أكتر، بالأرجل كمان أقل من هاد. بالنسبة للسيف تبعه الطول 107، سبيد 89 جيد، يعني لا بأس فيه، الوزن 1.5 تقريبا، 1.48، سبيد 89. طبعا هذا سبيد القطع والطعن. هلأ في عنده كمان دمج الطعن 50،
طول 107. بس إذا بدنا نهتم بالنسبة للرومات عنده مشكلة بالأسهم تبعيته عدد 24 مع دمج 3. طبعا هذا أنا بالنسبة لي ما بفضله أبدا من الرومات، بالإضافة أنه البو تبعه 50 بس ما بفضله، لأنه فورا حيخلصوا الأسهم تبعه وحيكون يعني غير فعال بأي معركة. هلأ الفكرة هون عندهم ثلاث أنواع من الرومات، اللي هن رومات الأسهم والكريسبو، وبالإضافة كمان عندهم اللي هو الأورس آرشر. هاد فعال يعني ضمن المعركة مزعج كتير، يعني بعادل الرومات الخفاف تبعات الكوزيت. الهورس آرشر الكوزيت ما عم بحكي عن النخبة، عم بحكي على الهورس آرشر العاديين. طبعا هلأ منجيلهم نحن. هلأ هذا الجسم تبعه بس 100، الصحة تبعيته يعني بس 100، البو 140 مهارة البو تبعه، في عنده ون هاند 130. بس هون عنده جعبتين، بس كمان المشكلة فيهم انه الدمج واحد، يعني عاطينه دمج واحد، صحيح عدد 20 وجعبتين بس دمج واحد، يعني الجعبة الواحدة صفت افضل منها. اذا الدمج عالي مثلا اعلى الدمج هو الاربعة، هون الدمج واحد. البو تبعه كمان ضعيف 30، طبعا لانه هو هورس ارشر المسافة تبعيته اقصر يعني 30، السبيد 89، الدمج 62. يعني هذا بالنسبة للهورس آرشر تبع الإمباير. هاي كل فئات، طبعا أعلى فئات، طبعا نحن ما لحن نرجع بالتسلسل على هدول، لأنه كل فئة لما بتخف بتخف معها الفئة الثانية. فنحن لحن نأخذ النخبة، يعني أعلى شيء بالنسبة للرومات من كل فصل. هلأ هذا بالنسبة للإمباير. خلينا نرجع على ستورجي. نفس الشيء عنده الصحة أو الألعاب القوى 130، عنده البو 140، لا 130 ولا 160. الكريسبو 40، طبعا هو ما لح نستفيد من هي شغلة الكريسبو. الون هاند 120، يعني لسه ضعيف بالون هاند عن غيره. هذاك بقي اللي شفناه هون هذنك 130، الامباير والفالانديان 130، هذا 120 ون هاند. طبعا هذا بالنسبة لقوة الشخصية. أما بالنسبة للأسلحة عنده الخوذة 49، وأغلب الستورجي الخوذ تبعيتهم هي أعلى خوذ بالنسبة للتدريع بين القوات هي والبلانديا. والله كمان العرب عندهم خوذ جيدة كتير، كان بتوصل لهالمستوى. هون عنده هلأ المهم هذا الخوذة وزن 3.2 والحماية تبعيتها 49، ممتاز يعني جيدة الخوذة ممتازة. طب بنجي لهون عنده 30 للدرع، 12 ب 14، كمان لا بأس فيه. بالنسبة للإيدين 22 كمان تمام، يعني هاي بتحمي الإيدين جيدة كتير. هاي اللي لابسها من أفضل أنواع اللي حمايات اليدين، يعني صحيح ما بتحمي كل الإيد لتحت، لكن هن عاطينا أرام آرمور، يعني عاطينا حماية للإيدين 22، يعني هاي من أفضل حمايات اليدين. هلأ إذا بدنا نجي للأرجل، عنده 22 بوزن 2.9، يعني تقيلة بالمشي. البو اللي بيستخدمه المدى تبعه بس 30. الأسهم اللي بيستخدمها الدمج واحد والعدد 20 بكل جعبة، يعني معه 40 سهم طبعا بدمج بس واحد. الدقة تبعيتها 100، لكن مدى البو تبعه مثل ما قلنا 30 والسبيد 89، الدمج 52، يعني لسه الامباير
عنده ثلاث وحدات إذا بدنا نعتبر الهورس آرشر والكريس والبو. الإمباير عنده الدمج أعلى من هاي بالبو تبعه، البو تبعه 50. يعني هذا الغريب إنه هاي الفئة ستورجي مظلومة جدا بالنسبة للرومات، ما عنده ولا فصيل تاني رومات، والأفضل الرومات تبعه هو أسلحته كتير ضعيفة. وهلأ صار دور كوزيت. الكوزيت عندهم الأرشر العاديين اللي بيمشوا ماشي، يعني أرشر المشات مثل كل الأرشر، وعندهم الهورس أرشر. طبعا بالإضافة لهدول فئتين في فئة بتحير اللي هي هاي الفئة اللي بتتطور من الباندت، أو هن يعني اللي أخذ مثلاً اللي عم يلعب بالأساس وأخذ فصيل الكوزيت أو المغول وعم يلعب فيه بيقدر يطوره. يعني أنت إذا أخذ بلانديان ما فيك تطور هاي أي قوات نخبة. طبعاً هلأ نحن مشان ما نفوت بشرح تاني خلينا نضمن شرح الأرشر. هاد بصراحة موضوعه بحير، بدك تحطه مع الأرشر شغال، بدك تحطه مع الفرسان كمان شغال. ومو بس موضوع شغال، بالنسبة للفرسان هذا متفوق على الكل، وبالنسبة للأرشر كمان متفوق، فهذا موضوعه جدا بحير. فأنا هلأ رح بشرحه مع الأرشر مع الرومات يعني، ورح برجع كمان مضطر اشرحه مع الفرسان، يعني بالحلقة اللي بينزل فيها شرح عن الفرسان، لأنه بصراحة لما قارنته بجميع الفرسان تغلب عليهم وبفارق رهيب، ولما قارنته مع الأرشر كمان تغلب عليهم، ف يعني احترت بأي فصيل بيحطه، فرسان ولا أرشر. طبعا هذا مثل فينا نعتبره أقوى فصيل باللعبة كلها على الإطلاق هو هذا. هذا عنده مهارة إطلاق 260، ألعاب القوى بس 60. يعني هاي الشغلة اللي أنا مستغرب منها، ألعاب القوى بس 60 لكن مهارة إطلاق 260، والرمح مهارة يعني مهارة الرمح تبعه 220. يعني نقدر نقول يعني من أفضل اللي بيستخدموا البو والرمح. وعنده مهارة ركوب بالخيل يعني مناور لدرجة رهيبة. طبعا هدول انا لاحظت وقت اختبرتهم ذكاؤهم بالمناورة افضل شيء بالنسبة لكل الفرسان، مهما كانت نوعية الفرسان هدول متفوقين عليهم بالمناورة بالخيل. مهارة الركوب 200 مثل ما قلنا، الرمح 220، البو 260. اذا اجينا للبو تبعه مو هالقد قوي، 30 سبيد، 89 الدقة، 94 الدمج، 62 قوة الأسهم تبعه، جعبتين كل واحدة فيها 24 سهم والدمج بس 2. يعني في لسه قدامنا 3 و4، هذا الدمج بس 2. الغريب انه رغم هذا كله بالنسبة للسلاح البو، طبعا الرمح تبعه هو اقوى الرماح يعني باللعب، اما بالنسبة للبو تحت الوسط، يعني لسه في عنا 50 وفي عنا 70، مو هو وسط، بس مع ذلك تفوق على كل الرومات وتفوق على كل الفرسان. فهي شخصية جدا محيرة. هلا بالنسبة للخوذة 51، يعني خوذة ممتازة بتعطي بادي آرمور 16 هاي اللي على الكتف، وستة للإيدين يعني من فوق من هون. عنده الدرع 46 و 14 و 14 للأرجل كمان، يعني 14 للإيدين و 14 للأرجل. الدرع تبعه جيد، وزن 22، تدريع الإيدين 1.7 الوزن ب 24 كمان ممتاز، تدريع الأرجل خفيف 5،
يعني كتير الجزمة اللي لابسها أو الحذاء تبعه ضعيف. الحصان تبعه سريع يعني 50 جدا ممتاز، والمناورة تبعيته 78 جيدة. الحصان تبعه كتير ممتاز. هاد بالنسبة لهدول. طبعا مثل ما قلت أنا احترت فيه، حطه مع الرومات ظلم، يعني هو قوته رهيبة بالنسبة للرومات وللفرسان. طبعا هلأ حكينا عنه بشكل سريع. بس الأسهم تبعه الدمج تبعها 2، بس مع ذلك مع المهارة اللي هو عنده بالاستخدام البو 260 هي كلها بتزيد، يعني هون مع المهارات تبعيته بتفرق كتير. هلأ بالنسبة لهاد 130 ألعاب القوى، 130 بو، مثله مثل الإمباير، مثل العرب، مثل البلانديان. بالنسبة للشخصية هاد بالنسبة للشخصية طبعا بس بيقيموا البو 130 بيحطوه على كريسبو وبالعكس. هلأ بنجي البول بيستخدمه 30، السبيد 89، نفس تقريبا البول اللي بيستخدمه اللي هلأ كنا عم نحكي عنه الكينج كوزيت. هلأ بالنسبة للجعبة تبعيته 24 دمج 2، الدقة تبعيته 100، عنده جعبتين كل واحدة فيها 24. بالنسبة للسيف الوزن 1.4، عنده السبيد 88، الدمج 70، ودمج الطعن 34، عنده كمان سبيد الطعن 92، والطول تبع السيف 110. طيب هلأ هاي بالنسبة للبو وهي بالنسبة للأسهم والسيف. الخوذة 36، حماية الكتف خفيفة كتير، بس 6 للإيدين، يعني كدروع خفيف. هذا 34 باتنين باتنين كتير درعه بسيط، حتى بالنسبة للإيدين والأرجل أرجل 20 منيح، لكن بقية الدروع تبعيته أخف من باقي القوات. هاد هلا إذا جينا على الهورس آرشر كمان البو نفسه 30، كل الكوزيت عطينهم البو 30. طبعا هدول الرومات العاديين، الرومات ورومات الهورس آرشر، الإضافة اللي حكينا عنه اللي هو الكينجيت كوزيت. الأسهم كمان الدمج 2، نفس الأسهم ونفس البو عند الكوزيت بالنسبة للهورس آرشر وبالنسبة للآرشر تقريبا نفس قوة السيف. كمان بالنسبة للدروع 36 كمان هاي هون أفضل، عاطينه للبضي 12 وللآرمور 3، 34 باتنين باربعة ضعيف الدرع تبعه، نفس الدراعات بس مزودين هون. هذا بس هاي هاد الدرع تبع الكتف وحماية الإيدين أقوى. هون 20 وهون 20 بالنسبة للأرجل. بالنسبة للحصان كمان جيد، السبيد 50 مانيفر أو المناورة تبعيته 78 جيد،
نفس الحصان اللي عم يستخدمه الكينجي كوزينز. هلأ هاد بالنسبة للكوزيت. خلينا نروح على العرب. طبعا بالنسبة للعرب هو الرومات واحد بالإضافة للمملوكي عندهم الهابي جيبلري. هاد كمان عنده فينا نعتبره مثل الهورس آرشر بس بجعبة واحدة، يعني تقريبا مثل الإمبريا إمباير عفوا، عنده كمان جعبة واحدة الهورس آرشر. هلأ بما أنه نحن عم نحكي عن الرومات، هدول عندهم بو وهدول يعتبروا كمان عندهم بو، فخلاص خلينا نحكي طالما في قوس خلينا نحكي عن هدول وهدول، الهورس آرشر والآرشر. طبعا أنا اللي لاحظت هلأ مثل البلانديان ما عندهم هورس آرشر، الرومات تبعاتهم كتير أقوياء. الستورجي بالرغم ما عندهم هورس آرشر لكن الرومات تبعهم جدا ضعفاء. هلأ خلينا نجي للمشات، الرومات المشات ماستر آرشر، يعني عاطينه ماستر. طيب خلينا نجي للقوة تبعيده. ألعاب القوى 130، البو 160، الون هاند 130. طبعا هدول اللي بيهمونا هلأ بالموضوع. تدريع 3.2 على 52، يعني حماية الرأس تبعيته أفضل حماية رأس. في عنده هي ما بتعمل اي حماية للجسم، ما بتضيف يعني للبضي اي حماية، بتضيف بس 5 للايدين من هون، يعني هي ما لطعمة مثل المنظر. بالنسبة للدرع 29 ب8 ب15، 8 للايدين الدرع يعني تبعه، ب15 من تحت حماية للارجل، يعني الدرع تبعه كمان خفيف كتير. بالنسبة للإيدين كمان هون عنده حماية 20، هي جيدة. بالنسبة للأرجل الوزن تقيل تبعها كتير، 2.7 يعني يعتبر وزن، بس الحماية تبعها 22. طبعا شو بيلعب دور الموضوع الوزن بالأرجل أو بالإيدين كمان؟ بيسرع الحركة، بيسرع حركة اللاعب أو القوات أكثر. الوزن بيزيد بطء، بيعمل بطء. هلأ المهم هاد بالنسبة للحماية الرأس 52 هو أعلى حماية، بالنسبة للبضي هو أخف حماية. بالنسبة للأسلحة طبعا هلأ أنا لما قارنتهم بالكوزيت المشات، الرومات المشات تفوقوا عليهم بشكل خرافي، لما قارنتهم بالفلانديان تفوقوا الفلانديان، بثلاث جولات تفوقوا تنتين الفلانديان وواحدة العرب، طبعا كمان ما تفوقوا بسهولة. طب شو السبب هون؟ المشكلة شو؟ المدى تبعه 30، هذاك المدى تبعه 70، يعني هدول لبين، والمسافة طويلة المشكلة بأرض المعركة، يعني هدول لبين ما يوصلوا لنص المسافة بيكون وقع منهم أكثر من ربعهم. وطبعا لما بيقتل مثلا إذا حطينا 100 بـ100، إذا مات منهم 30 أو 35، لبين ما يوصلوا يقدروا هن يرموا على الفلانديان بيكونوا انهاروا حتى بالمعنويات وبلشوا ينسحبوا. يعني موضوع المعنويات بيأثر كتير على القوات، يعني أوقات القوات بتكون قريبة كتير العدد من بعضه بس بتلاقي قوات عم تنسحب بسبب المعنويات. طبعا هلأ في عالم
بتعارضني الفكرة، بتقول إنه الرومات العرب جيدين، بجوز هن عم يستخدمون ومتعودين عليهم، لكن كرومات يعني هلأ إذا بدي أحكي عن رومات، هلأ أنا بقيان بس أحكي عن البتانيان، الفلانديان أقوى من العرب كرومات، لكن في نقطة ممكن يتغلبوا العرب فيها على الفلانديان وبشكل كاسح كمان، هون البو 37، السبيد 89، الكريسبو الدمج 62، كريسبو الفلانديان دمج 100، دقة 100، المدى 70، يعني الضعف وشوي كمان، يعني 40 المدى، متفوق بالمدى 40 عن البو تبع العرب، لكن العرب هون بشو متميزين. هلا بالنسبة للتدريع ما في عنده متميز غير بالرأس، وليش هن أقوى من رومات الإمباير وحتى أقوى من رومات الكوزيت اللي المشات، طبعا هدول نحن عم نحكي الرومات العاديين يعني، وممكن يتغلبوا على الفلانديان بحالة واحدة بس، إذا حطينا قدام منهم مشات بوضعية الدرع يمتصوا الأسهم تبع الفلانديان لبين ما الرومات تقدم، تصير المدى تبعها لـ30 ممكن تصيب فيه الفلانديان، هون لح تبيدن يعني للفلانديان. ليش؟ شو السبب؟ السر تبع قوة الرومات العرب كله هون بالأسهم، ما في ولا فصيل إطلاقا باللعبة كلها آخذ أسهم اللي هي أعلى أسهم، 4 دمج، الدقة 100، العدد 23 وجعبتين نهائيا، ولا فصيل باللعبة كلها بيستعمل هاي الأسهم إلا العرب، يعني هاي أسهم خارقة للدروع، أغلى وأقوى أسهم باللعبة كلها، ما عطته يعني مو موجودة ضمن كل الفصائل الرومات إلا مع العرب، هاي اللي بيتميزوا فيها العرب. طبعا إذا نجي لهون السبيد تبعه بس يوصل مستوى المدى تبعه لـ30 لأي قوات تانية لح يكون مشكلة كتير كبيرة الأسهم تبعه، يعني هلأ ضمن العرض اللي حأعمله فيهم لح تشوفوا كيف الأسهم تبعيتهم قوة الاصطدام تبعها جدا قوية، بالإضافة عنده كمان سيف طول 115 والسبيد 85، دمج التأرجح تبعه 72، 91 عنده سبيد الطعن، عنده 36 بالنسبة للدمج تبع الطعن، كسيف جيد وكأسهم جيدة، كبو المدى تبعه قصير بس كسرعة 89 جيد، لكن الدمج كمان تبعه خفيف 62 البو، لكن عوضوهن الرومات العرب بالأسهم، مثل ما عم بحكي ما في ولا فصيل حصل على هالنوعية من الأسهم إلا الرومات العرب، ففي حال صارت المسافة قصيرة بينهم بين أي رومات بالأسهم تبعهم حيكونوا مزعجين جدا. هلأ هذا كل شيء عن هذا، خلينا ناخد على هذا نفس الفكرة، البوت 50 أقوى من هذا البوت، المدى تبعه 50 يعني المملوكي، بالإضافة أنه هو يعتبر من الفرسان مثل ما قلنا، عنده سيوف طويلة قوية بالإضافة لتدريع عالي كتير، يعني كدروع جيد لا بأس فيه، 36 14 و14 جيد، عنده الخوزة 46، الإيدين 20، الأرجل 22، الخيل تبعه مناور 70، السبيد 66، بس شحن الضرر عنده 7، بس بالإضافة الخيل تبعه عنده كمان درع جيد جدا بالنسبة للدرع، يعني صحيح الخيل شحن الضرر عنده بس 7 لكن الدرع تبعه جيد. ها
هلا بالنسبه للبو تبعه مثل ما قلت اقوى من هذا، البو تبعه 50، السبيد 89، الدمج 66، بس المدى تبعه 50. في عنده جعبه واحده من الاسهم كمان من افضل الاسهم باللعبه، نفس هذا، يعني هي افضل نوعيه اسهم ضمن اللعبه. فالعرب تفوقوا بجوده الاسهم اللي عم يستخدموها. هلا خلينا نخلص بقية الرومات اللي نحن هلا مو بقيان عنا غير البتانيان. بتانيان فيان شامبيون، بطل بتانيان. طبعا هذا التوب النخبة تبع البتانيان، بيطول شوي ليتطور، يعني بياخد مراحل كتير، لكن حتى بهالمرحلة جيد. البتانيان فيان عنده الصحة 130، بيبو 160 جيد، عنده ون هاند 130، كمان متفوق على كل الرومات. البو 50، الأسهم الدمج تبعها 3، يعني إذا نقارن الأسهم تبعه بالأسهم تبع العرب هو الفئة الثانية من الأسهم. الأسهم عند العرب أقوى من الأسهم عند كل الفصائل، لكن هو هذا التصنيف الثاني بجودة الأسهم. الدمج تبعها 3 جيد جدا. الجعبة اللي عند العرب صحيح هي أقوى الأسهم والدمج 4، لكن العدد تبعها 24. هون العدد تبع هاي الجعبة اللي دمجها 3 32 سهم، فهون بيتميز بزيادة بعدد الأسهم. طبعا هلا خلينا نيجي لهذا بطل بتانيا. هاد باختصار من أقوى المشاة وأقوى الرومات، يعني كل شيء بيمشي مشي باللعبة هذا أقوى منه. بالنسبة للبتانيان أكتر شيء متميزين بس بهالوحدة هاي، مشان هيك اسمها بطل بتانيان. طيب هلأ هاي الوحدة بشو تتميز؟ عنده ألعاب القوى 170، وهو أعلى ألعاب قوى، يعني أعلى صحة بجميع القوات اللي باللعبة. عنده البو 260 مهارة إطلاق، وعنده تو هاند آخر شي هون بالسيف 220، يعني تخيلوا معه سيف بقوة 220، يعني ولا فئة من المشات أو الرومات اللي بيمشوا مشي ممكن تتغلب عليه. الحل الوحيد لهذا هو فرسان الكينجيت كوزيت. هلا بنيجي للدرع تبعه، الخوذة 50، يعني الارمور الرأس حماية ممتازة، 50 جيدة، أكثر من جيدة. عنده الكتف، هي اللي حاطة على الكتف عاطينا هني الوزن 7، حماية بسيطة للبضي، لكن عاطية بضي ارمور عاملة 16، بس مو عاطية للإيدين، يعني مو عاملة حماية لليدين، لكن الدرع تبعه جيد، وزن 23، عنده البضي 48 ب 12 للإيدين، ب 22 للساقين، يعني عنده الأرمور المشكلة الإيدين تذريعة خفيف 8 بوزن 0.8، يعني مثل ما ملاحظين نحن هون جلد. وكمان الجزمات أو الأحذية تبعيتهم بالنسبة للتدريع 6 كتير خفيفة، لكن هون عوض شوي 22 بحماية الساقين. الدرع تبعه، يعني الدرع تبعه جيد، يعتبر جيد لأنه 48 ب 12
بس عنده الزراع يعني ما عليها حماية كتير عالية، لا اللي على الكتف حامي الزراع ولا حتى هون اللي لابسهم للزراع يعني عاطين حماية جيدة. لا الدرع تبعه ممتاز بس في ضعف باليدين عنده، أما بالنسبة للرأس ممتاز، 50 ممتاز. طبعا أنا هي أكتر وحدة بلعب فيها، لا يمكن استغني عنها، بالرغم من أنه تدريع اليدين خفيف عندها لكن الجسم والرأس ممتازة، من أكتر الوحدات اللي بتمتص الضرر مثل ما بيقولوا وبتتحمل كتير، لأنه الصحة عنده عالية 170. بالنسبة للأسلحة تبعيته عنده البو 50، يعني طبعا مو مثل الكريسبو تبع الفالنديان 70، بس المدى 50 ممتاز، بالإضافة لوزن كتير خفيف للبو، وزن يعني الوزن القوس اللي حامله خفيف جدا 0.1. طبعا أنا مستغرب يعني من هالوزن هذا. السبيد تبعه 88 يعني ممتاز كمان، الدمج 76 بالنسبة للبو أو بقية القوات، الدمج تبع البو تبعه جيد، مو جيد كمان ممتاز 76. الدقة 94 وعنده 82 لسرعة السهم. في هون عنده جعبتين مثل ما قلنا، أفضل من جميع القوات ما عدا العرب. العرب عنده دمج 4 اللي هو أعلى نسبة دمج بالأسهم. العدد عند العرب بالجعبة 24 23، ما عم ذكريات 23 24، مهم هدول 32 سهم يعني بتفوقوا بعدد الأسهم، بس الدمج 3 والدقة 100 تبع الأسهم تبعه. طبعا هاد أفضل رومات وبنفس الوقت أفضل المشات هاد. هلأ بما أنه يمكن صار كل شيء مفهوم عن كل الرومات، خلينا نعمل يعني تجربة بالمعركة عن أغلب الرومات. طبعا أنا بعد ما خلصت المونتاج تبع الفيديو تبع شرح الرومات نسيت شغلة كتير مهمة، فاضطريت أوقف المونتاج وأرجع كمان أفوت على اللعبة مشان أحكي عنها سجلها وأرجع أرد أعمل المونتاج مرة تانية. هاي المشاكل بالشرح، يعني الشرح بياخد شغل كتير، وكمان تجميع الفيديوهات بالمونتاج بياخد شغل كتير. المشكلة الغلطة الواحدة بتخليك تعيد، بس هاي الشغلة مهم أحكي عنها. هلأ أنا حكيت عن الرومات، طبعا هلا الشغله اللي حاحكيها بتنطبق على كل القوات مو بس على الرومات. ندخل على سكيلز. طبعا انا اغلب الرومات عندي هن بيستخدموا البو، يعني مو معقول الرومات عندي بيستخدموا البو انا اجي طور الكريسبو مثلا، غير مثلا البطولات ما في يعني ما راح بستخدم. ممكن بعد ما طور البو طور الكريسبو شوي، طبعا هذا إذا ضل في وقت. إجمالا هذا الشيء المهم اللي حأحكي عنه. مثال سريع اللي حأعطي هلأ، هون أنا عندي مثلا هاد عنده مثلا ألعاب 130 والكريسبو 130، أو خلينا ناخد واحد بيستخدم، المهم الفكرة بتنطبق على الكل. عنده الون هاند 130، طبعا إن كان مشات بيستخدم الون هاند أو كان مشات بيستخدم التو هاند أو بيستخدم الرمح
بالنسبة للمشاة. أو الفرسان تستخدم الهورس آرشر مثلا أو الرمح اللي هو. إذا أن هون عنده مثلا إذا أن هون عنده الكريسبو 130 والون هاند 130، ولو كان مشاة مثلا عنده الون هاند 130، ندخل هون. هاي كتير كتير يعني مهمة بالشرح لما بنختار السكيلز، لما بنختار الخيارات هون بين هدول نركز شوي عليهم. يعني هلا اذا ركزنا على الون هاند، الشيء الحلو انه كل ميزة انت حتحصل عليها حتعطي الجيش نفس الميزة او ميزات تانية ترفع من قوة الجيش. هون عم بيقول لي يعني القوات اللي بتشكيلك بتصير فعاليتها القتالية بيد واحدة كما لو كانت ذات مستوى أعلى. طبعا ما حددوا قديش بالضبط، بس هيك اللي مكتوب هون. مثلا عم بيقول لي زادت المستوطنات المحكومة من تجنيد الميليشيات. طبعا هي أنا ما بتهمني تجنيد الميليشيات، بس بيهمني مثلا في شغلة بتعطي هن مشان ما ينسوا أي شيء، شيء بيعطوا مثلا للجنود وشيء للمستوطنات. بيحاولوا يوزعوا إنه ميزات للمستوطنات القرى والمدن والقلاع وميزات للجنود. هلا مثل هون زادت سرعة تحرك القوات، قوات المشاة بالتشكيل اللي بتقوده مثلا بنسبة 3%. الخلاصة انه هون عنا نحنا في شيء بيزيد السرعة، في شيء بيزيد مثلا اذا كانوا رومات المدى، شيء بيزيد الدقة، شيء بيزيد سرعة تحميل القوس يعني بيصير اسرع. اذا كان السرعة مثلا 64 كل شوي بتزيد 5% او 10% مع الوقت. هون في شغلات للسرعة، انا على طول بحب ضيف الشغلات اللي بترفع الدقة، لأنه الدقة بشو بتفيد؟ بتفيد من المسافات الطويلة وبتفيد كمان بالرمي على الفرسان. يعني هذا الشيء اللي بدي أحكي عليه. هون عم بيقلك بيقلل من عقوبة دقة الخيول مثلا 30%. هون بتكسب مثلا دقة القوات 5%. يعني مثلا إذا كانت الدقة عندي 94 أو 97 بتكسب 5%، حتى لو كانت 100% بتضيف 5% فوق 100%، يعني بتتفوق على باقي الفصائل بهالشغلة هاي باقي القوات. يعني مثلا إذا قارنا واحد إمكانياته ضعيفة عنده نفس القوات لواحد تاني ضايف ميزات هاي الشخصية، تطور الشخصية بيلعب دور كتير كبير، ترفع معنويات، بتزيد الضرر، بتزيد المدى، بتزيد الدقة. فهذا الشيء كتير بيلعب دور. يعني هون مثل ما عم أقول أنت الرومات عندك مثلا كريسبو، أنت تيجي تلعب بالبو شغلة مو منطقية. إذا عندك أنت أخذ الفلانديان وعم تستخدم الكريسبو، بدك أنت كمان تستخدم الكريسبو مشان تقدر تطورهم. يعني هون بيعطيهم معنويات. طبعا أنا بفضل أي خيار فيه خيار المعنويات الواحد ياخده، لأنه المعنويات أوقات بتحسم المعركة بشكل كتير كبير حتى لو كان الجيش الثاني أكبر منك. هلأ هون مثل هذا الخيار عم بيقلك بيرفع من الروح المعنوية للقوات ببداية المعركة بنسبة 10%، ممتاز. في كتير أمور هون بيخلي القوات تصير تصيب الفرسان، تشكل ضرر على الفرسان بنسبة 20%، كمان ممتاز. يعني كل شيء. هلأ أنا مثلا عندي الرومات بيستخدموا تو هاند. هلأ أنا صحيح مو مطور كتير تو هاند، بس هون مثل هاد زادت سرعة تأرجح. يعني عم بيقول القوات المشاة بتشكيل اللي أنت بتقوده بنسبة 2%. يعني هون كسبوا سرعة بالمبارزة 2%.
هون عم يقولوا لك زاد ضرر القوات، قوات المشاة حصرا بالتشكيل اللي انت بتقوده بنسبة 15 ضد الدروع، يعني بيدمروا الدروع اكتر ب 15%. فهي الفكرة اللي بدي احكي عنها. هون اكبر غلط انك انت تجي تاخد بلانديان تروح تلعب انت بالبو، تطور البو وما تطور الكريسبو. هون هي كتير مهم تطوره يعني جافلين. المشكلة انه اذا ما طورته في عندك فرسان تستخدم جافلين، في عندك مشاة تستخدم جافلين كتير من المشاة، فضروري انك تطوره هذا. طبعا انا بس لطور البو شوي، كمل يعني بالبو هلا عم لعبه، برجع بطور هذا الجافلين شوي، ولو انه وصله للمية 110 ممكن. هذا الشيء كتير مهم. كمان في دور على السكيلز اللي فيها معنويات، هي كمان كتير مهمة. وهي هي مثلا اذا واحد وصل لهون، انا عم بقرأ قوات بتشكيلك لديها 20 زائد 20 مهارة رمي، يعني شغلات ممتازة. هون بتكسب المشاة بتشكيلك 30% ضرر. يعني هذا اللي بدي وصل الفكرة. المهم مثل ما قلت انه اذا قوات اللي انت عم تلعب فيها مثلا فالانديان تستخدم الكريسبو، بدك تطور حالك بالكريسبو. اذا القوات تستخدم الو، بدك تطور حالك بالو. هاي الفكرة. وهون اجمالا اذا انت عم تركب على الحصان رح تصير القوات كلها، الفرسان والهورس ارشر رح تتطور معك. طبعا انا بسبب بس هالمقطع هالكلمتين هدول اضطريت اعيد المونتاج مشان احكي عن هالموضوع هذا، مشان ما يكون اي شيء ناقص بالنسبة للشرح. وهلأ خلينا نعمل مقارنة بالمعارك. 120 من رومات البتانيا مقابل 120 من الفالانديا. عن التفاصيل شوي. هون عنا التضاريس تبع الخريطة بتلعب دور كتير كبير، مرات ما بكون حاسب حسابه أبدا. التلة الصغيرة اللي بين البتانيان والفالانديان رح تمنع الفالانديان انه يرموا من المسافة او المدى 70، لحتى يضطروا يشوفوا البتانيان لازم يقطعوا هاي التلة. هاي التلة هون بيصير المدى تقريبا متساوي بين الخمسين والسبعين، لأنه هون عنا الفالانديان 70 المدى تبعهم، البتانيان 50. هلأ بلشوا البتانيان بلشوا بالرمي، علما الفالانديان عندهم مستوى أطول أو المدى أطول، لكن هاي التلة منعته. هذا الشيء اللي ما تكون حاسب حسابه أبدا بالمعركة. طبعا اللي ملاحظ هون انه لبين ما هدينك يحملوا بيكسبوا هدول، ولبين ما هدول يحملوا بيكسبوا هدول. تحميل يعني سرعة التحميل بالبيت ما في نسبة، يعني ثانيا 260 عدد القتلى من ثانيا 41، عدد القتلى من بلانديان
24. طبعا انا هلا ما لحط هورس ارشر، طبعا لحط رومات الكوزيت قبيل رومات العرب. طبعا المطورين على الاخير نفس الشيء عند العرب، 160 130. هون البو 130 130 انه بيعتمد على الهورس ارشر كمان، يعني هدول مو سهلين. خلينا نشوف الاداء تبعهم. عنهم تفوق كبير كثير. خلينا نعيد نفس اوكي. فوز موف اوت.
تفوق رهيب للرماح إلى تاني مرة. طبعا هذا كنت عم بحكي عن الشباب، قوة الأسهم تبعهم هي أقوى دمج خارق للضروب. شوي تاني حيبخشوا الأرض. طبعا ما اظن انه المقارنة هاي تكون عادلة. اذا بدنا نساويها عادلة لازم نضيف الاورس هارشر بالعرب، لكن هلا حنشوف بس الاداء. بومان يعني البتانيا 260 البو المهارة، والصحة 170. المدى تبع البو تبعه 50. المفروض هلأ هو يبلش بالرمي قبل العرب. العرب المدى تبع البو 30، فلح يتعرضوا لإصابات قبل ما يبلشوا بالرمي. طبعا ما ننسى انه الأسهم تبع العرب الدمج تبعها 5 أقوى من الدمج، عفوا 4 أقوى من الدمج. هي التوب يعني أفضل أسهم ضمن اللعبة. هيك بشوفوا هنا المكان المناسب لي. Soldiers, forward! Everyone, bows! Move! طبعا هيك معهم أحقية التل كمان. Bowman! طبعا هدول 120 ستورجي
مقابل 120 للعرب. هدول الأسهم تبعهم الدمج 2، الأسهم تبع العرب 4. يعني أنا أتوقع مجزرة. قوة الأسهم مو طبيعية. إذا تضرب بالأرض شلخوه. قوة أسهم رماة العرب لغوي. إبادي طبعاً دول ستوربي أضعف الرماة على الإطلاق. كمان مرة حتى ما حدا يقول ظلمتهم، لأنه هاي الفئة من الرماة حرام تدريبهم. طبعا هي غلط، خليتهم يعطوهم ظهرهم، هي غلطة. لكن التفوق واضح، يعني واضح كتير. طبعا هدول مهارة بالرمي 130، هديك 160، أسهم هدول دمج 2. العرب الأسهم خارقة للدروع 4 دمج. إبادة إذا ما راقب بس شكل الأسهم فيه كانت عم تنزل. مهزل 110 انقتل من ستوركي، قتلوا بس 12 من العرب. كلهم جربناهم بس كان جرب الإمبريا. طبعا الإمبريا هون نوعين، ريسبو هو 160 يعني مو سهل، بس أسهم قليلة. طبعا هون على 120، 60 كريسبو و 60 بو من الامباير مقابل رماة العرب. طبعا بالرغم انه الامباير تدريعه اكبر، يعني الدروع عنده اقوى بكتير، بس الخوزة عند رماة العرب اعلى. يعني هدول المكسيمو عندهم الخوز الحماية بالرأس 36، أما العرب عندهم الخوزة 50 إلى 51، وهلأ بلشوا بالرمي قبل العرب. بس مع ذلك أتوقع يعني مجزرة. إذا وصلوا العرب خلاص وصلوا.
هلا 120 فالانديان مقابل 120 من العرب. طبعا الفالانديان الكريسبو مثل ما قلنا اقوى كريسبو باللعبة كلها، كمان الاسهم اللي عم يستخدموها خارقة، اعلى دمج بالنسبة للكريسبو، والاهم من هذا كله هو المدى، المدى 70 العرب المدى 30، يعني المفروض الفالانديان يبلشوا بالرمي من مسافة طويلة. طبعا انا ما كان من العدل اني اعطيهم التلة لانه رح يشوفوا لمستوى ابعد. لاحظوا المسافة، المفروض يبلش. على طول بنلاحظ انه العرب بيرموا من مسافة كتير قصيرة لانه البو عندهم 30. هلا رح يبلش الفالانديان، دمج 100 والدقة 100، الحل الوحيد للشباب اللي بيحبوا يلعبوا بالعرب انه يحطوا المشاة قدام الرماد وضعية الدرع لحتى تقدر الرماد توصل للمسافة اللي تقدر تأطلق فيها، يعني لازم يوصلوا للمدى 30 ولا منشوف هالمجزرة. اداء مخيف من الفالانديان، يعني اداء رهيب. طبعا ممكن اذا حطينا الهورت ارشر يشتت شوي الرومات الفالانديان لبين ما يوصلوا كمان الرومات. موسيقى. طبعا
هلا هون انا عكست انا العرب خليت الفلانديان يهجموهن براحتهم هيك رح يوقع بالفلانديان خسائر كبيره لانه اضطر يقدم كثير لحتى يشوف العرب لازم نلاقي طريقة اما نخبي الرومات ورا شي تلة حتى يضطر الفلاند يعني يقدم لانه المستوى او المدى اللي بيناتهم دائما حيتفوق الفلاند كمان هلأ تفوق قوة الدمج عنده 100 والدقة 100 مشكلة120 مملوكي هذه جيبلري يعني هورس آرشر وجيبلري مقابل بس 80 من الكينجيت كوزيت طبعا هن كمان رومات فرسان بنفس الوقت يعني في 40 فرق أنا هلأ رح موت هاي الشخصية مشان أقدر أشوف المعركة بشكل أوسع تكون معركة فرسان صعب انك تتدخل يعني بدهم يهجموا على بعض هجوم مباشر بس هلا اذا بنراقب حركة الكوزيت اللي بيستخدمها ضد كل القوات هي الحركة الدائرية هي اللي عم يعملها من بعيد علما هدول هورس ارشر وهدول هورس ارشر وجيفلري كمان هدنكي يعتبروا فرسان طبعا هدول النخبة تبع الكوزيت هي الحركة الدائرية اللي عم يعملها ضد كل القوات طبعا اذا بنراقب المناورة بالخيول تبعيتهم سرعة رهيبة مناورة رهيبة طبعا كمان ما ننسى الفرق بالعدد انا حطيت 120 يعني في فرق 40 بس راقبوا الكوزيت العرب بالنص هذا دليل انه التكتيك عنده هداك اعلى الكوزيت عم يدور حواليهم
يمكن كترنا شوي 120. خلينا نشوف النتيجة. هلا بأغلب الفرسان أنا كنت عم أحط 80 مثلا الكوزيت، عم أحط 100-120 من الفرسان عم يتفوقوا الكوزيت. حتى في بعض الفرسان حطيت 80-50 كوزيت وتفوقوا. لما بيحكوا عن شغلة ما لها حل، هذا الفصيل كوزيت ما له حل. يعني 82 أكثر كمان هلا، يعني أكثر قريب 90 من العرب. قتيل شوفوا السرعة تبع الخيول تبعهم، وبيناور بسرعة، بيلتف بسرعة، إصابته بالرمح رهيبة. يعني مرات من ضربة واحدة بيكون أسمه للقابيله. هذا وحش هذا الفصيل. حل ما في معه طبعا. هلا بنهي الفيديو لانه بظن هذا اطول فيديو رح انزله، كان بظن كافي ووافي عن شرح لكل فصائل الرومات. طبعا انا استثنيت الامبريال هورس ارشر لانه النتيجه محسومه، لا حيواجه الكوزيت ولا حيواجه العرب. طبعا هذا الفيديو اكل شغل كتير. في حال عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك.